أول شيء نستخدم السنس نشوف المواد أو المصادر اللي نقدر نشلها. طيب أنا لا لا مش كذا يا طيب مش كذا سيرج. أيوة كذا شلينا. أوكي باني أخذ الثاني هذا كذا جمعنا. فهذه الشغلات اللي أخذناها تفيدنا كدواء. هنا وين نخزن الكرافت كامل. كل ما تضغط على واحد يعلمك كيف تستخدم هذا الشيء أو كيف تحصل عليه. يعني مثلا هذا يقول لي تحصله في الروف جروفز في المرتفعات الظاهر ويستخدم في الدواء وبوستر. الحين يقول لي روح للبلو برنت شوف عندكم المدسن. الحين راح نستخدم نسوي كرافت واحد. خذ من الزهور هذه اللي اخذناها والعسل وبيسوي لي هيل 50 وياخذ 4 ثواني ويعطيني واحد بس. جميل نروح انفنتوري. هذا هو المدسن موجود وهذا العتاد كامل. طبعا ما عندي شيء حاليا. هنا تحت التولز حطوا لي اياه وهنا الاسلحه وهنا الاكسسوارات وهذه المواد اللي تستهلكها نفس الدواء اللي قبل شوي. في عندك شنطه ما شاء الله 12 غرض اقدر اشل. وهنا الظاهر الرصاص وكذا امينيشن وهذا الكرافت بارت الشغلات. العسل مثلا الحين انا يوم استخدمت الدواء وسويت كرافت للدواء هذا زاد عندي. فاي شيء اخذه راح يكون هنا في الكرافت بارت اللي ممكن نسوي له كرافت. وهنا لوك بيك يا الله اللوك بيك يلاحقني في كل لعبه هذا حق معك حرامي. وهذا السكيلز يا سلام يا السكيلز. هنا السكلات اللي كلها راح نطورها. طبعا ما عندنا بوينت مفروض انه فيه بوينت فمع الوقت راح نجيبه ونسوي سكيل موفمنت نظام سبايدر مان. عرفت لعبة سبايدر مان كذا. هنا ممكن يعطيك نصايح هنس كلايمبينج تسلق وكذا. اي نصيحة تيجي راح تحصلها هنا اذا فاتتك في التعليمات. وهنا الجورنال المفروض انه تقدمك في القصة وش التاسك اللي مفروض تسويه عشان تتقدم في المشن اللي انت فيه. طبعا في انواع كثير اكتيفيتيز فيه القصة الرئيسية وفيه القصص الجانبية. يلا يلا هبينا هبينا.